السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدخول المدرسي والإحصاء جدل يرافق مشاركة الأساتذة في الإحصاء العام للسكن والسكنى. خلقت مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى للعام 2024 جدلا واسعا، وذلك لتزامنها مع الدخول المدرسي المحدد في الثاني شتنبر 2024، إذ يتوقع أن يشارك أزيد من 10,000 أستاذ في عملية الإحصاء التي تمتد من 1 إلى 30 من شتنبر 2024، مما يثير مخاوف من عرقلة سير العملية التعليمية بسبب غياب هذا العدد الكبير من الأساتذة عن المؤسسات خاصة في المناطق القروية. ورغم تأكيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تدبير السنة الدراسية سيتم بشكل طبيعي، وأن مشاركة الأساتذة في الإحصاء لن تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية، إلا أن حقوقيين ونشطاء وجهوا انتقادات للأساتذة وصلت إلى توصيفات قدحية تتهمهم بالطمع وانتهاز الفرص، معتبرين أن الأولوية في هذه المهمة يجب أن تمنح للعاطلين عن العمل، وهو ما اعتبرته أسرة التعليم بمثابة هجوم وحملة تشهير غير مبررة.